في جروب اسمه معاديانز، انا كنت انترستد ان انزل معاهم. كنت حاسه سبيريت بالذات انهم شباب، ما فيش منهم كبار للدرجه. انا كنت كان عاجبني الاسلوب، وكنا بننزل كنا بنشتغل وفي نفس الوقت بنتبسط. احنا شباب، احنا كنا جروبات صغيره اول ما نزلنا الاول، فكلنا تعرفنا على بعض في مكان واحد، وكله بقى بيجي مع بعض بنتعرف عن طريق النت، يعني بنتواصل عن طريق النت. احنا بنعمل بروجكت صغيره، المفروض في الفتره الجايه ان احنا مثلا بنعمل حاجات بسيطه وبنبيعها، والمكسب ده احنا بنطلع منه الفاند بتاعنا الدعم المادي. لان هو مكان مهدر بس مصروف عليه كتير من زمان، محدش بيستغله صح. الناس كلها كانت بتيجي بالليل بتعمل حاجات مش كويسه، في مخدرات. فاحنا فكرنا في نعمل حاجه كبروجكت بس يدوم، حاجه نتجمع كلنا فيها ونطلع كل مواهبنا. بعدين جينا نيركو جاردن، قالوا ان هي تبقى بروجكت وناس كتير هتنزل هنضفها، واحتمال تبقى زي مكان ثقافي، تبقى قاعده لو حد عايز ينزل يقعد. احنا حابين ان احنا نغير المكان ده، مش بس ان احنا نخليه مكان عادي وننظفه زي اي حاجه، عايزين نحولها من مجرد ان هي تبقى جنينه عاديه، مش هنعملها بارك يعني، بس احنا عايزين نعملها حاجه زي حاجه فكريه، حاجه الناس تيجي ترسم، الناس تيجي تقعد، الناس تيجي تتكلم، الناس نعمل ندوات فيها، الناس تيجي نعمل نحت تقرا فيها، حاجات كتير فكريه ومن غير ما نزعج كمان السكان. برنامجنا اسمه نهارك سعيد، وعلشان يكون كده لازم كل حاجة حواليك تكون حلوة، وده اللي بيعمله شباب المعادي في حي المعادي. أشرف عبد الوهاب لنهارك سعيد.